أهلا وسهلا فيكم في الحلقة الأولى من برنامج سر الصنعة، البرنامج اللي بيحاول يفهمنا ليش صاروا يسموها صناعة كرة القدم، البرنامج اللي حندخل فيه بتفاصيل كل تركيبات وتعقيدات كرة القدم عشان نفهمها، ورح نبدأ بأهم شيء في صناعة كرة القدم ألا وهو عقد كرة القدم. هذه الورقة اللي بتشوفوا اللاعبين والرؤساء الأندية بوقعوا عليها بمؤتمر صحفي، لولاها لما تحولت كرة القدم إلى حجم رهيب يقارب 30 مليار دولار سنويا من الدخل للأندية، وقيمة أهم 14 نادي فيها بالعالم تقارب 50 مليار دولار. دائما في خلاف متى بدأ أول عقد كرة قدم بين لاعب ونادي، وفي الحقيقة عقود كرة القدم بدأت قبل عصر الاحتراف، وحتى يومنا هذا عقود كرة القدم تربط اللاعب المحترف وغير المحترف بنادي. دائما الناس بتقول والله ممكن يكون أول عقد كرة قدم كان عام 1863، لكن في بعض الكتب بتقول لا، بعد ذلك بعشرة لخمسة عشر سنة، وبعضها بروح أكثر وأكثر وبيقول ربما ما كان في عقود كرة قدم بالقرن التاسع عشر وما عرفناها إلا بالقرن العشرين. مش مهم متى بلشت عقود كرة القدم، المهم كيف تطور. عقد كرة القدم بدأ في البداية مش كوسيلة بشان يضمن حق اللاعب ويعطيه راتبه ويحافظ عليه، بدأ بالعكس حق تملك اللاعب. النادي كان عم يعطي اللاعب عقد ويدفع له مبلغ معين ثابت عشان يمنعه يروح ليلعب مع أي فريق ثاني غيره، كان حق تملك. ولحظة التغير الكبرى في مسألة العقود قانون جميعكم بتعرفوه اسمه قانون بوسمان، اللي جاء بتسعينات القرن الماضي وحول عقد كرة القدم لأول مرة من وسيلة تملك من النادي للاعب إلى عقد عمل حقيقي بعد مدته ما تنتهي بإمكان اللاعب يروح أي مكان ثاني، فأصبح وسيلة تحرير بدل ما تكون وسيلة تملك. عقود اللاعبين في كرة القدم كانت بسيطة جدا في البداية، مجرد كم راتبك وانت مع مين بتلعب وخلصنا الموضوع. شوي شوي صارت تتطور، كل ما تتطور صناعة كرة القدم يدخل فيها تعقيدات زيادة، دخلت فيها شروط غريبة حنحكي فيها بهذه الحلقة، دخلت فيها تعقيدات قانونية رهيبة جدا، قانون العمل تبع الدولة، قانون الفيفا. أمور تطورت كثير بالعقد لمستوى أنه بعض العقود الآن صارت ممكن توصل لسبعين وثمانين صفحة عشان انتقال لاعب واحد. وعشان نفهم شو عقد كرة القدم استضفنا محامي رياضي إسباني مقيم في فالنسيا، مطلع جدا على تفاصيل عقود كرة القدم الاحترافية، حيشرح لنا جوسيل شو بالضبط هو عقد كرة القدم. It's a specific contract, and obviously it's an employment contract. It's true that in certain countries they sign civil agreements, but in the end, from the FIFA point of view, these are employment relationships, and they are very specific because, as unlike a normal employment contract, which by default employment relationships tend to be open-ended, employment contracts or relationships between clubs and football players for a limited period of time for a fixed term period, so as opposed to normal employment. العقد اللي تكلم عنه جوسيب زي ما وضح لنا هو عقد عمل طبيعي زي بين اي موظف وشركته، اللاعب او من ينوب عنه بوقع ورئيس النادي او من ينوب عنه بوقع وتبدا العلاقه الاحترافيه. ولكن هذا اللي بتشوفوه في المؤتمر الصحفي من انه لاعب طالع يوقع مع رئيس نادي، بالعاده هذه عقود موقعه جاهزة متفق عليها، واللي بيصير أمام المؤتمر مجرد تصوير. طيب أكيد بتذكروا قصة تسريب عقد ليونيل ميسي اللي صارت قبل أكم من شهر. تسريب عقد ليونيل ميسي جميع تسأل وين العقد، وعشان نعرف وين العقد جلبنا محامي آخر نيك عشان يشرح لنا شو صار بالضبط وين العقود بتكون موجودة. TMS actually stands for Transfer Matching System, where effectively each club from their relevant national associations has like a login key that when they're doing the transfer, they have to sign and upload certain documents on their side, and the other club, whether it be the buying club or the selling club, must upload the same documents on the other side. Those documents, the system performs like an automatic check, and those documents have to match in order to take the next step, which is to actually request what is known as an ITC, an International Transfer Certificate. And that is actually the document which a national association of a club must receive from the other national association in order for that player to be registered for the buying club and to participate in official competition. لازم أوضح هون شغلة مهمة، الكلام اللي حكى عنه ناك ما إله علاقة بالانتقالات الداخلية، يعني لاعب أردني بروح على نادي أردني، لاعب عراقي بروح على نادي عراقي. العقد لا يرفع للفيفا حتى الآن، لكن فيفا يضغط حاليا إنه مش بس الانتقالات الدولية اللي لازم تتسجل عندي، لازم كل الانتقالات في كرة القدم تتسجل عندي، وبيحاول يغري الأندية
في مبدا اسمه مبدا تدريب وتهيئه اللاعبين. بتعرفوا اللاعب اللي بينشا باكاديميه حتى لما ينتقل بعد 10 سنين من نادي لنادي لنادي بظل نادي الاول ياخذ مبالغ ماليه. فالفيفا بقول انه انا لازم ادخل بهذا عشان اعطي الجميع حقوقهم. لما نسمع عن انه لاعب جدد عقده دائما بنسمع رقمين في الاعلام، راتبه والشيء الثاني كم مدة هذا العقد. لكن هذا مش كل شيء أبدا في العقد. العقود ممكن تروح كثير بالتعمق. واحد من أهم المبادئ اللي في العقد دائما والأرقام اللي لازم تنكتب شيء بسموه signing on fee أو مبلغ الدفع لما توقع. أي لاعب وقع عقد جديد أو عقد لأول مرة مع نادي دائما بيحصل على مبلغ مالي مقدم، هذا بياخده فورا. وفي شيء ثاني تسمعوا أيضا اللي ما يسمى علاوة الوفاء أو علاوة الإخلاص، انشهرت كثير بقضية نيمار على برشلونة. هذه العلاوة مفادها بسيط، إذا أنت كلاعب هذا العقد اللي وقعته مثلا ما بين عام 2012 و2016 لنفرض، إذا خدمته كامل تأخذ هذا المبلغ الإضافي معنا عشان يضمنوا استقرار اللاعب، عشان اللاعب لما يجي ينتقل عشان راتب أعلى يحسب أنا حخسر العلاوة اللي كنت متفق عليها مع ناديا. علاوة الولاء هذه أيضا ممكن تتعقد. كيف؟ لأنه ممكن يجي يقول لك شرط أنك بالأربع سنين تلعب 100 مباراة، أو شرط أنك بالأربع سنين يكون حققنا لقب الدوري مرة. ممكن تتعقد، لكن بالعادة هي زي ما حكينا، لاعب يخدم المدة المتفق عليها عشان ياخد مبلغ إضافي. وأيضا في كثير أمور أخرى ممكن تدخل في بنود العقد، واحدة منها المهاجمين مثلا، مقابل كل هدف بيسجلوه بيكون في رقم. تقريبا كل مهاجمين في أوروبا الآن عندهم هذا البند، يعني لو أنا جبت هدف باخد 7000 يورو، ولاعيبة الوسط بعض الأحيان بيطلبوا ذلك، وبعض الأحيان على الأسست بياخدوا فلوس، وعلى كل ظهور في المباراة غير راتبه أيضا في مبلغ متفق عليه. يعني مش بس مجرد راتب اللي بنسمعه، وأيضا في شيء آخر، اللاعب اللي ما بيدخل المباراة، أنا كنت في الدكة وما لعب، جبتني صوروني الناس على الدكة ما لعب، أيضا إلك مبلغ بالعادة بيكون أقل بكثير من الراتب الأسبوعي تبعك، بس مبلغ تعويضي على وجودك في الدكة بدون ما تنزل. وفي العقد أيضا بيكون مكتوب بشكل صريح كم عمولة وكيل الأعمال، وفي العقد أيضا مكتوب بشكل صريح كم زيادتك المئوية كل سنة عن سنة، ومكتوب كذلك متى تستحق زيادة سنوية 100% وشو هي الحوافز الإضافية. مثلا لما كان رونالدو بريال مدريد كان مع كل كرة ذهبية حياخذ 2 مليون يورو، وللعلم برشلونة كان حاطط هذا البند أكيد لليونيل ميسي، لكن راح تستغربوا لما تعرفوا أنه كان كاتبه أيضا في عقد أندري غوميز أنه لو فاز بالكرة الذهبية له مبلغ مالي. والعقود الحديثة بكرة القدم دخلت أكثر لمفهوم حقوق الصور، لمين الحق، مين اللي بيبيع صورة اللاعب، مين بيستخدم اللاعب بالإعلانات، كمية الاستخدام كذلك، حتى بعض الشروط المتعلقة بالسوشيال ميديا، هل اللاعب مسموح له يروج لمين مكان بالسوشيال ميديا ولا بس للرعاة المقربين من النادي أو غير المنافسين لرعاة النادي. الموضوع كثير تعقد بالعقد، هو عقد طبيعي بتكتب فيه اللي بدك إياه، وبعض الأحيان في شروط غريبة كثير ممكن يروحوا فيها اللاعبين أبعد بكثير مما تتخيل. ومن أهم البنود اللي موجودة رسميا وفورا وفرضا في إسبانيا بند فسخ العقد. الأندية الثانية بتضيفه في الدوريات، لكن في إسبانيا لابد حسب قانون العمل الإسباني من وجود بند يتيح رحيل اللاعب مقابل مبلغ معين. طبعا الأندية في الماضي كانت واقعية تقول بحط 30 مليون 20 مليون، لكن بعد صدمة نيمار أصبحت الأندية تبالغ، فبتسمع لاعب عمره 18 سنة قيمة فسخ عقده 400 مليون. في إسبانيا الموضوع مفروض، في أوروبا الموضوع اختياري. هذه هي البنود الأساسية في أي عقد كرة قدم، لازم نفهمها عشان نفهم كيف الأمور تطورت من عقد كان فيه اسمك وراتبك ولمين اللي بتلعب لعقد صار ممكن يصير أكبر من عقود بيع وشراء شركة. مفاوضات تجديد العقود بتختلف من لاعب للاعب. اللاعب السوبر ستارز النجوم كثير بالعادة كل اللي بيسمعوه من وكيل أعمالهم تليفون، أنا شايف أنه وقت أطلب عقد، بيقولوا روح أطلب. هو بروح بدخل وكيل الأعمال في معركة طويلة الأمد مع إدارة النادي، نجتمع ويتفق وأرفع راتب وأنزل راتب وأعمل وكذا، لحد ما يتفقوا تقريبا على كل شيء. بعد ما يتفقوا على كل شيء برفع التليفون على اللاعب النجم بيقولوا خلصنا تعال تفضل وقع. هذا كل اللي حيسألوا عنه كم فرقت عليه ماديا، بدخلوش بالتفاصيل الثانية، لا حقوق صور ولا استخدامات، كل شيء هذا بدير وكيل الأعمال. اللاعبين الأقل نجومية واللي وكلاء أعمالهم أضعف ما عندهم فريق عمل أكبر ممكن بعض الأحيان يتدخلوا بالطلبات، ممكن يحكوا مباشر، يعني والله أنا بدي راتبي يصير هيك زي زميلي فلان، ممكن يدخلوا بذلك. واللاعب اللي بتصير علاقتهم مع النادي شخصية زي علاقة سيرجيو راموس وريال مدريد بصيروا هم اللي يتفاوضوا فورا. بس أهم شيء نفهم مفاوضات تجديد عقد كرة قدم ما بتخلص بيومين ولا بثلاثة ولا بأربعة، عشان هيك بتتفاجئوا إنه الإعلام بيطلع يقول وحصل على تجديد عقده بعد بسجل هاتريك في مباراة الأمس. هذا الكلام غير صحيح، بيكون كل شيء متفق عليه من شهور
وبستنوا التوقيت المناسب لإعلان التجديد. وإحنا بنتكلم عن المفاوضات لازم ننتبه لشغلة مهمة. في العالم في دول مختلفة جدا، في دولة رأسمالية جدا، وفي دولة شيوعية جدا، وفي دولة اقتصادها متحرر ودولة اقتصادها معقد، وفي دولة قوانين العمل فيها بتحمي العمال ودولة قوانين العمل فيها يا دوبك تظلم العمال. طيب كيف العالم مدامه عقد كرة القدم زي ما حكينا جوسين إنه هو عقد أصلا عقد عمل، كيف ممكن قوانين العمل المتضاربة هاي حول العالم تجتمع في عقد كرة قدم اللي هو بالأساس عقد كرة عمل؟ نرجع لجوسيب عشان يوضح لنا. Well, that's a very good question and it's a difficult one to ask because what the FIFA regulations provide is for a legal framework that the parties can decide to adopt if they want in the contract. Once the parties and this is important to understand that only contracts that have an international dimension, this is when a player and a club have different nationalities or sporting nationalities, they will be able to subject their contract to the FIFA regulations. And when they do so, they detach themselves from the regulations that might exist or the laws that might exist at a national level, be it that is in the UAE or in any other country or in China. Why? Because in that case, when the parties opt to subject their employment relationship to the FIFA regulations and when there is a dispute, they go to the FIFA legal bodies, those will be the regulations that prevail and that regulate the relationships between the parties. As per national law, this will play an important role when the parties have the same nationality or when, even if there's an international dimension, the club and the player have decided not to subject their contract to the FIFA regulations, but instead to the national laws and the competence, the exclusive competence, let's say, for instance, of the labor tribunal in Romania. You know, so if they opt to subject their contracts to a specific national law and to the exclusive competence of a different body than FIFA, like for instance the tribunal of employment tribunals in Dubai, then the parties will be prevented from invoking the FIFA regulations. ممكن لازم أضيف هون إنه عقود العمل في فيفا معناها عقود عمل في سويسرا، لأنه قانون فيفا في كرة القدم كله تابع وخاضع لقوانين سويسرا اللي هي مقره الرسمي. حكينا عن قانون بوسمان وكيف خلى عقود كرة القدم إلها معنى وأكثر تعقيدا وأكثر أهمية، لكن في مادة كثير بتسمعوها، مادة كرة القدم خطيرة جدا، حنفهم ليش خطورتها لما نبلش نسمع المحامين اللي معنا بيحكوا عنها. المادة رقم 17، المادة اللي بتسمع إنه اللاعب الفلاني يهدد باللجوء للمادة رقم 17 لفسخ عقده، أو اللاعب الفلاني وصل عمره 28 سنة وبإمكانه يفسخ عقده حسب المادة رقم 17. خلونا نفهم شو هذه المادة. So Article 17 talks about the consequences of terminating a contract without just cause. So first of all, we have to differentiate between what is just cause and what is not just cause to terminate a contract. So in this regard, FIFA found a way to differentiate because first of all, contracts can always be terminated, but you have to know who would be liable for terminating the contract. So if the player had just cause to terminate the contract, meaning that he wasn't paid salary for 3 months and he sent notice to the club, then he has just cause to terminate the contract. In that case, he can terminate the contract with no liability at all. He wouldn't owe the club anything. But in the event where he decides to terminate the contract and he doesn't have any reason, like lawful reason, in order to terminate this contract, in this case, we will talk about Article 17, which states the consequences of terminating the contract without just cause. المادة 17 واضحة، مادة بتخليك تفسح عقدك مع النادي بدون سبب، أنا زهقت منكم أنا طالع. بس هاي المادة 17 إلها تكاليف مالية رهيبة، عليك مبالغ بدك تدفعها مش على خاطرك، بس فيها أيضا مشكلة كبيرة حنسمعها الآن إنها مش واضحة. If we look historically at the transfer system, it came about as a result of a decision of the European Court of Justice involving a Belgian player called Jean-Marc Bosman. Now, in terms of that case and the transfer system that existed at that time, when a player had finished his contract with the club, he couldn't move as a free agent to another club. The club still had to pay a certain amount in order to acquire what was known as the player's federative rights, which is effectively the right to register the player in an association and have him represent the team in official matches. But with this Bosman case in 1996, it introduced a change in the transfer system, because the European Court of Justice ruled that it was contrary to the rights of free movement of workers within the European Union for them to be restricted by this obligation of the club to pay the transfer fee. So because of that,
It led to a whole revolution of the transfer system. And with that, one of FIFA's principles is the maintenance of contractual stability between clubs and players. Now, effectively, what that means is the only circumstances under which FIFA is willing to accept a termination of contract is either by mutual agreement of both parties or where a contract has reached the end of its fixed term. So the guy signs for 5 years, he plays for 5 years, and then after that, he can go. However, Article 17 is specifically relevant in event of unilateral terminations, as Rawad was saying. So when someone doesn't have just cause to terminate a contract, they then have the obligation to compensate the innocent party because they've effectively breached that contract. Now, Article 17 purely just sets out the criteria for calculating the compensation that needs to be paid. It's quite a complicated article and it's not very well drafted, which is why it's often the subject of a lot of debate. And particularly in hearings and that before the CAS, there's no certainty as to what factors are actually going to be taken into account. There is a history of jurisprudence where in some cases they've focused on certain factors, in some cases they've focused on different factors, but effectively it depends on the actual facts of the case that's being heard before the arbitral tribunal as to which factors from that article will be relevant to determining the amount of compensation that the breaching party must pay to the innocent party. لما ناقشت المحامين الثلاثه اللي معنا خلف الكواليس في الماده 17 كلهم اتفقوا انه خطوره هذه الماده في عقود كره القدم انه كل محكمه حكمت بشكل لاعبين فسخوا عقدهم وراحوا على انديه بنفس السوق ومن نفس النادي تقريبا لناديين مختلفين زي ما صار في قضيه سبورتنج لشبونه وكل حكم قضائي كان مختلف عن الاخر لانه دائما في تقدير مصلحه اللاعب تقدير نية النادي وتقدير نية اللاعب تعقيدات كثير بتخلي المادة 17 من أخطر المواد في عقود كرة القدم حتى يومنا هذا أعتقد الآن صرنا فاهمين شو يعني عقد كرة قدم دخلناكم كثير بالجد شو رأيكم نضحك شوي مع شوية شروط غريبة صارت في تاريخ اللعبة المدافع النرويجي بيورن باي لاعب ليفربول كان كثير بحب التزلج والقفز التزلجي ولما انضم لليفربول سنة 92 حطوا له بند في العقد انه ممنوع يقترب 200 ياردة من اي منحدر تزلج خوفا من تعرضه لإصابة خطيرة ويوما ما بول جاسكرين طلب يكون في بند في عقده انه مسكنوه قرب بحيرة صيد وما في اغرب من عقد ستيفان شفارز اللي انضم لنادي سندرلاند عام 99 قادم من فالنسيا هذا اللاعب كان مهووس انه يغادر كوكب الارض فاضطر نادي سندرلاند يحط له بند منع سفره إلى الفضاء الشباب مش حابين يروح وما يرجع وبيظل اللاعب لارس بوهينين النرويجي اللي لعب مع نوتنغهام فورست واحد من أكثر العقود تعقيدا اللي عملها في التاريخ طلب 6 رحلات لأوسلو كل سنة وطلب إنه النادي يدور له على وظيفة لزوجته ويعطيها أيضا تأمين صحي وكان أيضا من أوائل اللاعبين اللي اشترى في عقده إنه مركزه يكون محدد كصانع ألعاب ليش ذكرت كل هالكوميديا؟ ليش ذكرت كل هالتفاصيل الغريبة؟ ناس بدها تروح على الفضاء، ناس بدها تصيد سمك، واحد بده النادي يدور له شغل لزوجته عشان أوضح شغلة مهمة. نعم في بنود عقد أساسية موجودة، بس بضله عقد، والعقد زي ما بنسمع شريعة المتعاقدين، يعني أنا بتفق على شيء وأنت بتتفق على شيء وبنقعد مع بعض وبنقرر هل هذا الشيء بيناسبني وبيناسبك ولا لا، وبإمكاني أضيف أي شيء بما فيهم والله محمد عواد ما يسجل علي ولا فيديو لما ألعب معكم. هذه ببساطة عقود كرة القدم عالم مفتوح جدا لولا ما فيش كرة قدم محترفين أبدا نوصل هنا لنهاية هاي الحلقة اللي بتجيكم مع سبورت 360 بلس كنت معكم أنا محمد عواد ودائما بدعوكم تجددوا اشتراكاتكم في سبورت 360 بلس والسلام عليكم ورحمة الله